الوضوء والتخفيف، الوضوء لتخفيف الجنابة مثل الإنسان الجنوب حتى يمكث في المسجد، هل يشترط فيه أنه يغسل رجله إذا كانت باقية مدة المسح؟ هذا سؤال جيد. يقول إن وضوء تخفيف الجنابة هل يشترط، هل يجزي إذا مسح على الجوارب مع بقاء مدة المسح، أو لا بد أن يخلعها ويغسل قدميه؟ الجواب يكفي إذا مسح على الجوارب، لأنه وضوء يبيح الصلاة له. فإذا كان يبيح الصلاة له إذا لم يكن على الجنابة، فكذلك يخفف الجنابة. عرفت؟ هو يسأل أن يقول هل هو يخفف ولو لم يكن غسل رجليه؟ يقول نعم يخفف، لأن مسح الجوربين إذا كان ذلك في المدة كغسل القدمين تماما. أي إلا من جنابة، يعني معناه أن إذا أراد يغتسل الإنسان، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع. ما فهمت السؤال؟ السؤال أول مفهوم، إنسان عليه جنابة لا يجوز أن يمكث في المسجد، يجوز أن يعبر في المسجد لكن ما يجوز أن يمكث فيه إلا إذا توضأ. فهل إذا توضأ وعليه جورب ومسح عليه يكفي، أو لا بد أن يخلع الجورب ويغسل قدمين؟ الجواب يكفي، لأن هذا وضوء شرعي يبيح الصلاة. فهو أتى بحديث صفوان بن عسال أن الرسول قال يمسح عليهما إلا من جنابة، فقلت له هذا في الاغتسال، إذا أراد أن يغتسل لا بد أن يخلع جواربه.